ما حكم الشرع في الذهاب لقبور الأولياء والصالحين والموالد بحجة القرابة؟ وما حكم الشرع باحتفال المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الكتب التي تدلون عليها في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن زيارة القبور سواء قبور الأولياء والصالحين وقبور عموم المسلمين، بل زيارة القبور عموما حتى قبور الكفار، زيارتها إذا كانت للموعظة تذكر الآخرة والاعتبار بالمصير فهذا أمر مشروع، وكذلك الدعاء للمسلمين لأموات المسلمين والاستغفار لهم والسلام عليهم هذا أمر مشروع ومطلوب. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. أما إذا كان القصد من زيارة الأولياء والصالحين تبرك بهم والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم فهذه زيارة محرمة، وهي شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه شرك بالله عز وجل وصرف للعبادة لغير الله عز وجل من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذور والتبرك والطواف بقبورهم، هذه أمور شركية ينهى عنها الإسلام، بل حتى لو زارها من أجل الصلاة عندها وهو لا يقصد القبور وإنما يقصد بالصلاة وجه الله عز وجل، ولكن يظن أن الصلاة عند القبور لها فضيلة أو أن الدعاء عندها دعاء الله عندها له فضيلة، فهذه بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، فكيف بفعل الشرك نفسه عندها من دعاء للأموات استغاثة بهم وذبح لأضرحتهم وصرف النذور لهم؟ كل هذه عبادات عظيمة لا يجوز أن توجه لغير الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما مسألة المولد، إحياء المولد النبوي والمشاركة فيه، فإحياء المولد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لم يشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحياء الموالد، ولم يأمرنا بها، ولم يفعلها هو صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها خلفاؤه الراشدون من بعده، ولا الصحابة ولا القرون المفضلة. قد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأمر بالتمسك بسنة خلفائه الراشدين، ونهى عن البدعة، والبدعة هي فعل شيء على وجه التقرب إلى الله لم يفعله الرسول ولم يأمر به ولم يقر عليه أحدا من صحابته، هذا هو البدعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا نجد لهذه لإحياء الموالد خصوصا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نجد له ذكرا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في عمل خلفائه الراشدين، ولا في عمل القرون المفضلة الأربعة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث، ثم إنها تحدث بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. الحديث الحاصل أن هذا المولد وإحياءه على مدار السنة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها وحذر منها، والبدع توجب غضب الله سبحانه وتعالى وتوجب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والتأسي به صلى الله عليه وسلم والتأسي بخلفائه وصحابته وتابعين لهم بإحسان، وهؤلاء ينهون عن البدع والمحدثات وينهون عن إقامة الموالد لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. الواجب الحذر من هذا والنهي عنه وعدم المشاركة فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لفت نظري جملة قالها في هذا السؤال شيخ صالح: أرجوكم أن تدلونا على كتاب في الاحتفال بالمولد. ليس هناك كتاب يعتمد عليه في إحياء بدعة المولد، كلها كتب خرافية ومن وضع الوضاعين وكذب الكذابين، وإنما الكتب في النهي عن إقامة الموالد، ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فذكر أن من مخالفة الكفار عدم إقامة الموالد، لأن إقامة الموالد
من أعمال الكفار من أعمال النصارى ومن شابهه. وكذلك المولد في تحريم الاحتفال بالمولد في الفاكهاني وهو مطبوع. وكذلك كتاب الإبداع في مضار الابتداع الشيخ علي محفوظ الأزهري، وكذلك كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح، وكذلك ما كتب في هذه الأيام لأن بدعة المولد ظهر شرها وكثر المنافحين عنها، فقام العلماء جزاهم الله خيرا بالرد على هذه البدعة. ومن ذلك ما كتبه الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله في كتاب مستقل في النهي عن إحياء الموالد، وكذلك ما كتبه الشيخ العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في التحرير من البدع ومنها الاحتفال بالمولد، كذلك ما كتبه الشيخ أبو بكر الجزائري المدرس في المعهد النبوي والواعظ فيه، فإنه كتب كتابا حافلا النهي عن هذه البدعة التحذير منها والرد على من يروجها. مدرس في المسجد النبوي أو في المعهد النبوي؟ في المسجد النبوي، ومتقاعد ومدرس في المسجد النبوي. طيب، إذا ليس هناك كتب يعتمد عليها تجعل الاحتفال بالموالد أمرا مشروعا؟ كلها كتب خرافية لا يعتمد عليها، بل إنها نقضت ورد عليها والحمد لله، وبين ما فيها من البطلان بالكتب التي ذكرناها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كذلك أذكر رسالة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية في تحريم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه.